أهلا بك دانا، ولو تطلعين على المزيد من هذه الحواجز والمنع الذي قام به الاحتلال في القدس القديمة ومنع المصلين من أداء الصلاة. نعم، بعد التحية دعينا نقول أن هذه الإجراءات متواصلة منذ ومن اليوم الأول للعدوان على قطاع غزة وفي كل الجمع، يعني طوال هذه ما يزيد على 34 يوم، وهذه الإجراءات هي ذاتها في جميع الأيام، ولكن التصعيد يكون أكبر يوم الجمعة، وذلك بسبب الدعوات من قبل الفلسطينيين والمقدسيين وحتى دائرة الأوقاف الإسلامية إلى ضرورة شد الرحال للمسجد الأقصى المبارك لإعماره. ولكن في المقابل يصادف المقدسي بعراقيل جمة تضعها قوات الاحتلال. أولى هذه العراقيل تكون في المتاريس الحديدية والحواجز العسكرية التي تضعها شرطة الاحتلال أمام الواصلين إلى المسجد الأقصى، وتحديدا عند الأبواب الرئيسية، نتحدث عن باب العمود، باب السلسلة، باب الأسباط، باب الساهرة، كل هذه الأبواب الرئيسية التي تصل إلى المسجد الأقصى المبارك، تحول المكان إلى ثكنة عسكرية فتمنع المصلين من الوصول أو حتى أداء صلاة الجمعة هناك. يحاول المقدسيون الوصول إلى أقرب نقطة، ولكنهم يحولون شوارع المدينة عادة إلى مساجد بافتراشهم هنالك الأراضي وإقامة صلاة الجمعة. في المقابل تقابل كل هذه الصلوات في الشوارع بالقنابل الصوتية، بالقنابل الغازية، وفي المياه العادمة المخلوطة بالمياه الكيماوية، وترشها على المصلين لتفرقهم من هناك، بل وتعتدي عليهم بالضرب والإبعاد وما إلى ذلك. اليوم لربما كانت الأعداد في الشوارع أكبر بكثير من الأعداد في الجمعة السابقة، وذلك بسبب كان هنالك قرار خاص من المساجد للأحياء والبلدات القريبة على المسجد الأقصى، نتحدث عن بلدة سلوان، رأس العمود، وادي الجوز وغيرها من هذه المناطق، كانت قد أعلن فيها من خلال مجموعة ناشطة من الشبان إغلاق مساجد البلدة والأحياء لضرورة التوجه إلى المسجد الأقصى المبارك. فهذه الأعداد لم تسمح لها بالدخول إلى المسجد الأقصى، فصلوا في الشوارع. دائرة الأوقاف الإسلامية تقول الآن انتهت صلاة الجمعة في مدينة القدس، وتقول أن أعداد المصلين فقط 4000 مصلي، وهذا عدد يعني وهذه سابقة جديدة في مدينة القدس. نتحدث عن متوسط الأعداد عادة في أيام الجمعة تصل إلى 50000 مصلي في الجمعة العادية دون الأعياد أو المناسبات الدينية. 4000 مصلي هم من كبار السن، الرجال فوق سن 50 عام والنساء فوق سن 40 عام، وحتى من يتجاوز هذا العمر ويشك في أمره كما يقول جندي الاحتلال الموجود على أبواب المسجد الأقصى لا يسمح له بالدخول إلى المسجد الأقصى. طيب دانا، لو تحدثين عن الاستهدافات التي تحدث في الضفة الغربية ورام الله، خاصة بعد يعني الهجوم بالأمس على مخيم جنين وسقوط العديد من المصابين والشهداء، وأيضا الاعتقالات الذي يقوم بها جيش الاحتلال. يعني منذ اللحظة الأولى لتولي هذه الحكومة الأكثر يمينية وتطرفا، وهنالك دعوات من قادتها ومن رؤساء الائتلاف الحكومي بضرورة إعادة سياسة الاغتيالات إلى الضفة الغربية. لذلك ما يحدث في الضفة الغربية، ولربما الزملاء هناك على أكثر دقة ووضوح في هذه المعلومات، ولكن ما يحدث في الضفة الغربية غير منفصل عما يحدث في قطاع غزة وعما يحدث في القدس المحتلة، وذلك بسبب سياسة الاغتيال التي عادت حكومة الاحتلال يعني ترأسها من خلال تنفيذ اقتحامات متتالية. الضفة الغربية من شمالها إلى جنوبها في اليومين السابقين كانت هنالك اقتحامات موسعة فيها. شمالا نتحدث عن جنين ومخيمها وتعزيزات وآليات عسكرية معززة وكثيفة وكثيرة كانت قد داهمت جنين ومخيمها، وحصيلة الشهداء كان فقط في جنين ومخيمها في اليوم هذاك 18 شهيد، عدا عن عشرات الإصابات كما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية. كان هنالك استخدام القصف الجوي من مسيرة إسرائيلية اتجاه خلية كما تقول وكما يقول الجيش الإسرائيلي في بياناته. عدا عن ذلك الاقتحامات والاعتقالات كانت مستمرة في الخليل جنوب الضفة الغربية، في طوباس أيضا شمالها، وحتى في رام الله عند المخيمات الموجودة هناك، وهذا حال العديد من الأحياء والمحافظات في الضفة الغربية. الهدف من استهداف الضفة الغربية في هذه الأوقات هو اعتقال أكبر قدر ممكن من نشطاء حماس كما يقول جيش الاحتلال في بياناته. لذلك عدد المعتقلين
معتقل في الضفة الغربية وفي القدس زاد عن 2200 معتقل حسب تقارير الجيش الإسرائيلي، معظمهم من النشطاء في المدينة المقدسة أو في الضفة الغربية، ومن هم من الضفة الغربية يقصد بالنشطاء بأنهم نشطاء لحركة حماس، وحتى من يعمل في قنوات تقول ويقول الجيش الإسرائيلي أنها تابعة لهذه الحركة يتم اعتقاله. إذن الاعتقالات طالت، نساء، رجال، أطفال، كبار السن، كتاب، صحفيين، محللين سياسيين، وكل من يعني يستطيع تحريك الوضع الراهن كما يقول الجيش الإسرائيلي في بيانه. شكرا لك، شكرا جزيلا مراسلتنا من القدس المحتلة دانا أبو شمسية، شكرا لك.